موطن الفايكنج أرض برية وما زالت كذلك. محاربو الشمال قاتلوا هنا وماتوا هنا واستكشفوا هذا الإرث. يلهم مغامري اليوم، والآن أمامنا رحلة برية، رحلة بحرية مذهلة من الجنوب المكتظ وعبر التفرعات إلى القطب الشمالي. هذا هو ساحل الفايكنج من منظور السماء. كلما ارتفعت يزيد البرد. مكان عال وجبال متجمدة، هذا يجعل من جبال النرويج مكانا يصعب العيش فيه، لكن القليل من المخلوقات تحاول أن تعيش. أحدها يفضل حياة البرد والصقيع. ثيران المسك تصعد عالياً، إنها قريبة من عائلة ماعز الجبال أكثر من الأبقار، وهنا تضرب الرياح الثلج فيظهر العشب والجذور على الأرض. قد يكون هذا غذاء ضئيلا لحيوان يزن 360 كيلوغراما، ولكن هذه طريقة نجاتها منذ 10,000 سنة. قد يكون التسكع في المناطق الباردة تكتيكاً مناسباً لتجنب المفترسين، وذلك حتى يذوب الثلج في فصل الصيف. الآن تفتح طرقات الجبال، ومن بينها أشهر الطرقات الجبلية في العالم. هذا الطريق يبدو مهجوراً، ولكن كل عام يقوم 300,000 متسلق جبال بالقيام بهذه الرحلة. ساعتان ونصف من الإطلالات الخلابة، ولكن الوجهة هي ما يميز هذا الطريق. استعدوا لمواجهة المرتفعات الشاهقة، سنسير على حدود الجنون، وستكافؤون بتجربة دينية، هذا ما يقال عنها. هذه صخرة المنبر، إحدى أشهر تضاريس الأرض. تعلو هذه الصخرة 30 متراً فوق المضيق، وقد سميت هكذا لشبهها بكراسي دور العبادة. جاء السياح الأوائل إلى هنا عام 1900، ولم يتوقفوا منذ ذلك الحين. لقد سميت بأفضل منصة إطلالات في العالم، ورآها الملايين في المشهد الأخير من فيلم ميشن إمبوسيبل عام 2018.
وزادت شهرتها كثيراً اليوم. يتجمع الزوار فوق منصة طبيعية لا تزيد مساحتها عن نصف مساحة ملعب كرة قدم، والسقوط من على 600 متر أعلى ب230 متراً من بناء إمباير ستيت. إن هذا ميزة خاصة في ساحل يستحق الاحترام ويلهم حس المغامرة. من العاصمة أوسلو في الجنوب، ساحل النرويج يتجه للجنوب الغربي ثم يصعد للشمال ويقطع صخرة المنبر ويعبر 2600 كيلومتر إلى لوفوتن في دائرة القطب الشمالي. كانت هذا أكبر حدود لشعوب الفايكنج التي حكمت البلاد. معظم هذا الساحل مغطى بالتلال العالية. هناك مخلوق يشعر بالراحة في المناطق العالية والمنخفضة. إنه النسر أبيض الذيل، وهو أحد أكبر الطيور المفترسة في العالم. اختصاصه صيد الأسماك. في النرويج أكبر كثافة للنسور بيضاء الذيل في العالم. تحتاج هذه الطيور إلى نصف كيلوغرام من الطعام كل يوم. المنافسة تحتدم. الطيور الصغيرة لا تملك ذيولاً بيضاء بعد، ولكن هذا لا يمنعها من المشاركة. لقطة جيدة، لكن ينتظرها في الهواء متحد جديد. تسقط الطريدة، والمتحدي يراها أولاً. وبدلاً من الرد على النسر الآخر، يقرر أخذها والهرب. نسور ساحل الفايكنج تلهم بعض المتهورين، ولكن على البشر البدء من مكان عالٍ. تتسلق مجموعة من السياح تلال شيراغ، ولا يريدون النزول بنفس الطريقة. هذه مهمة القفز المركزي. هناك حوالي 70 رياضياً في النرويج، ومن بينهم أبطال عالميون. هذه التلال مكان مقدس بالنسبة لهم، فهي تعلو الهضاب المجاورة بحوالي 1000 متر. بالنسبة للمتهورين ككارلوس مونتانيرو مورا، هذا النوع من القفز يمثل روح الفايكنج الشجاع. جوهر هذا القفز يتمحور حول الطبيعة والحرية والقدرة على التحكم بحياتك واتخاذ قراراتك وتجربة أمور جديدة. قبل 11 عاماً ما كنت سأتخيل نفسي هنا قبل أن أجرب القفز المظلي.
تظل تقيم الأمور. هل أنا جاهز لهذا؟ هل بحثت بما فيه الكفاية؟ أهذا ضمن قدراتي؟ وإذا كان جواب أسئلتك نعم، فلنبدأ السير ونحافظ على قدراتنا، ومع ذلك نفكر. إن حصل خطأ ما، ماذا أفعل حينها؟ هل فعلت كل ما بوسعي لأضمن أنها قفزة آمنة؟ وإن كان جوابك نعم مجدداً، فلم يتبقى سوى القفز. المخاطرة تظل حاضرة مهما فعلت ومهما أخذت من احتياطات. حين أصل إلى الحافة، أقوم بفحص الرياح وأفحص من حولي وأفحص شعوري الباطن. هل أنا مرتاح بفعل هذا اليوم؟ قبل القفز بقليل، يكون تركيزك وخوفك قد وصلا للحد الأعلى. أقوم بالعد، وهذا يهدئ من روعي حيال ما سأفعله. حين أبدأ العد، لا يعود هناك تراجع، ولا يظل هناك أمر سوى التركيز على المهمة أمامي. أنت تأخذ مخاطرة، ولكنك بحثت في الأمر جيداً، فنظرياً يجب أن أنجح. جاهزون؟ 3 2 1، أراكم لاحقاً. هناك شعور بالحرية الكاملة، وهذا لأنك لست مرتبطاً بشيء حرفياً. أنت تسقط، أنت عديم الوزن، ولا يمكنك التركيز على شيء آخر سوى الحاضر، وهنا تكمن الحرية. نعم يا صاحبي، هؤلاء المغامرون ليسوا وحدهم. تقول سجلات من عام 1994 إن أكثر من 50,000 قفزة حصلت على ساحل الفايكنج. يمكنك التخطيط لكل شيء والتفكير بكل شيء، ومع ذلك فقد يحصل خطأ. لا أحد يضمن لك أن هذه القفزة آمنة أبداً. المحترفون ماتوا وهم يعرفون المخاطر. جميعنا خسرنا بعض الأصدقاء. شعور العشوائية والحرية هو شعور لا تستطيع السيطرة عليه مهما كانت شخصيتك أو عملك. ولكن لا شيء يضاهي لحظة الهبوط والنجاح. نعم نجحت، رائع رائع. لقد ارتحت وسعدت كثيراً، وعلي التركيز على الهبوط الآن. بالاعتماد على البذلة، يحظى هؤلاء المغامرون بطيران 30 ثانية قبل أن يفتحوا مظلاتهم. يخترقون الغيوم كالطيور إن كانت الأمور على ما يرام. أحسن. لمن يعيش في النرويج، مقابلة الطبيعة هكذا ليس أمراً نادراً. اقطع 100 كيلومتر فوق مضيق أوسلو، واعبر حوالي 40 جزيرة، وسوف تصل إلى إحدى أجمل عواصم العالم. أغلب الأحيان تصنف أوسلو على أنها أغلى مكان للعيش على الكوكب، وتحتل المرتبة الأولى في جودة الحياة. يعيش أقل من 700,000 شخص هنا،
وهي مركز عالمي رغم ذلك، وهي موطن جائزة نوبل للسلام. إنها مدينة مشغولة، ولكن أكثر من ثلثي مساحتها مكرسة للأنهار والغابات، فهي إذن عاصمة للمدن وللطبيعة أيضاً. من هنا يمكننا أن ندخل إلى براري الشمال أو إلى المياه الواسعة في الساحل، ويمكننا أن نتذوق القليل من روح مغامرات الفايكنج. قرب العاصمة توجد علامات تاريخ النرويج الحافل، وعلى الضفاف تخبئ أكوام التراب هذه كنوزاً عظيمة. هذه مقبرة بريموند، وهذه الأكوام تغطي مجموعة كبيرة من قبور ملوك اسكندنافيا، وهناك أكوام أخرى بجانب الحقول لقد دفنوا بممتلكاتهم الملكية. وجد باحث الآثار خزفاً وبعض الأبنية وحتى بعض الخشب الأجوف من سفينة فايكينغ. كل هذه سترافق نبلاء الشمال في الرحلة نحو الغروب إلى فردوس أودن. كان الموت يأتي لرجل الفايكينغ بعد 40 شتاء قاسٍ. اخرجوا من مضيق أوسلو واتبعوا الساحل الجنوبي الغربي لحوالي 520 كيلومتر، وسوف تجدون رمزاً مميزاً لماضي الفايكنج الحافل بالعنف. في أقصى جنوب غرب النرويج تجدون هذا. 3 سيوف برونزية بارتفاع 10 أمتار زرعت في الجرانيت الصلب. إنها ذكرى معركة بحرية دموية. في القرن الثامن تواجه العديد من الملوك في معركة هافسيورد، وأحدهم خرج منتصراً وحاكماً للنرويج بأكملها. إنه الملك هارالد فيرهير. ارتقاء هارالد كان يرمز لبداية تاريخ النرويج كمملكة واحدة، ولا يوجد الكثير من الحكام المتغطرسين في التاريخ مثل ابن الملك ووريثه إريك ذي فأس الدم. ذو فأس الدم اسم جاء من قتله لأخوته الخمسة. أصبحت الآن مملكة متحدة، والبلاد تحتاج اسماً، وقد وجدوه في بحر داخلي في الشمال عند مضيق كارمسونديت. معظم البلدان تحظى باسمها من مجموعات عرقية أو بعض التضاريس، ولكن النرويج حصلت على اسمها من مسار بحري، وهو طريق محمي طبيعياً يقود إلى الشمال، نورثواي أو النرويج. وعلى تلك الجزر أغرق الملوك كل من اتهم بالشعوذة والسحر. وقد أنشأ الملك هارالد مسكنه الملكي في ألفاليندس. اليوم هي أراض زراعية وآثار. ولكن هناك آثار لمنزل طويل ومنزل دائري وميناء قوارب لسفن الفايكنج ما زالت بحال جيدة. هؤلاء النرويجيون جزء من دراسة أثرية تحاول معرفة طريقة استخدام الفايكنج للأسلحة والأدوات. كيف كانوا يجلبون الخشب ويبنون الأبنية والسفن؟ ويحسنون مهاراتهم القتالية. كل رجال الفايكنج يتعلمون القتال
وحتى العديد من نسائهم. جاءت قوة الفايكنج من هذه المهارات والقدرة على بناء القوارب والملاحة، وربما الملاحة كانت أصعب تحد بين كل التحديات. ارسم خطاً مستقيماً على طول ساحل النرويج، وسيكون طوله حوالي 2650 كيلومتراً، ولكن حين تضيف كل جزيرة وخليج ومضيق فيزيد طول الساحل 10 أضعاف تقريباً. في أرض المضائق والقنوات لا غنى عن القوارب، عبر المضائق تظهر السفن ضئيلة أمام الشلالات العملاقة والتلال المستحيلة، ولهذا كانت الطرق المائية طرقاً عامة لمئات السنين. البلدات مثل ليسبوتن تملك ميناءً صغيراً، وقد كانت مدخلاً لمناطق شبه مجمدة طوال العام. جبال النرويج الجليدية في الجنوب تجلس على منتزه فولغيفون الوطني، وتصل سماكة الجليد في بعض الأماكن لـ400 متر. يسقط حوالي 400 متر من الثلج كل عام هنا، ولكن في الأيام الهادئة هذه المنطقة تصبح ملعب المغامرين. الشمس مشرقة الآن، هذا يوم جميل. قد تحصل عاصفة عنيفة الأسبوع القادم، وكأن المنطقة متقلبة المزاج. سنور جيمس ستورو مرشد المناطق الثلجية. المرتفعات الباردة والشقوق الخطيرة هي جزء من المغامرة لديه. عليك أن تعرف ماذا يجري، عليك أن تكون صبوراً مع المنطقة وأن تعمل معها بلطف وتحترمها، فإن هذه المنطقة تعتبر من أخطر المناطق في العالم. الثلج السميك يخفي الكثير من الأشياء، أشياء غير متوقعة. قد تسير أحياناً على جسور ثلجية وتكتشف أنها ضعيفة للغاية، لا تعرف أبداً. يجب أن تفحص المنطقة، وعليك أن تعرف ما الذي تبحث عنه في هذه المناطق الخطرة. والجائزة التلة الثلجية. هناك جو غامض حولها، طبيعتها تتغير دوماً، وكلما جئت إلى هنا تجد تغييرات بسيطة. الحماس وراء رؤية الأمور الجديدة وسماع الأصوات المختلفة هو ما يدفعني. إذا لم تعجبكم الأصوات فوق التلة فانتظروا حتى تسمعوا الأصوات تحتها. على سطح تلال النرويج الثلجية تتقلب الأصوات من الصمت المخيف إلى الرياح العاصفة. ولكن في الأسفل يسمع متسلقنا الجريء أصواتاً مختلفة. الثلج الذائب يتدفق بين الشقوق، لا نستطيع رؤيته ولكن نستطيع سماعه وهو يغير الكتلة الثلجية من الداخل. الثلج عمره آلاف السنين، ولكن هذا الشق لم يكن موجوداً العام الفائت، وقد تغير شكله على مدى أسبوع. دائماً نكتشف أموراً جديدة. أثناء تسلقه وخروجه من الشق يتدفق الثلج الذائب إلى الداخل والأسفل، يصل إلى الهواء النقي أخيراً حيث يغذي الوديان
والقرى في الأسفل. جبال المضيق في الوسط تشكل تحدياً آخر للمتسلقين، ولكن لا داعي للقطارات. سكة فلوم الحديدية تعبر هذه التضاريس وتتسلق حوالي 870 متر في مسافة كيلومترين. يقوم هذا القطار بإحدى أصعب رحلات القطارات في العالم، وتصنف الرحلة على أنها الأولى عالمياً. منذ عام 1940 أخذ هذا القطار ركابه عبر الأنهار الجارية، وتسلق الجبال، وقطع الشلالات الغزيرة. هذا المسكن المثالي لإحدى حيوانات النرويج المتسللة. إنه القندس اليوراسي، مثالي لساحل الفايكينغ. فروه المزدوج يملك طبقة خارجية سميكة مضادة للماء وتحميه من البرد. إنه سعيد بالمياه المالحة كسعادته بالمياه النقية. طالما يملك جدولاً يستطيع الشرب والاغتسال فيه. عظامه الثقيلة تساعده على الغوص في الجدول، حيث يحبس أنفاسه لأربع دقائق، وهذا وقت كاف لتناول بعض الغداء. حين لا يأكل يكون مشغولاً باللعب. القتل والصيد الجائر والتلوث والتشابك بالقمامة قد وضع القندس على قائمة القريبين من الانقراض، ولكن يستطيع رؤيتها من يأتي للمياه بسلام. هذا المضيق في مركز النرويج يعلو فوق الزوارق ويدعى فردوس المجدف. إيرفين ميجيا أحبه كثيراً أثناء عطلته عام 2005، لدرجة أنه بقي هنا وأصبح دليلاً للآخرين. جئت إلى هنا ووقعت في حب المكان وقررت البقاء. كانت تجربة هائلة، التضاريس العملاقة، الرفاق اللطفاء، مكان جميل باختصار. بعض الإطلالات هنا ليست خلابة فحسب، بل تأخذك في رأيي إلى عالم آخر كلياً. جئت إلى هذا المضيق، أشعر أنني أعود بالزمن، وأشعر بأن الماضي يشدني، وأدرك مدى صغر حجمي نظراً للجبال التي من حولي. تشعر وكأنها تقترب منك. تعريف المضيق هو مسار مياه ضيق محاط بالتلال،
طول هذا المضيق 17 كيلومتر، أما عرضه فهو 100 متر فقط. عمق جدران هذا المضيق في البحر 500 متر، وارتفاعها في الأعلى 1400 متر. إذا صعدت للأعلى فستجد المزارع. معظم الفايكنج كانوا مزارعين، هم من ساهم في جمال هذه الأرض حولهم. تبدأ بالصعود ويكون المنحدر بسيطاً وليس صعباً، وثم يزداد صعوبة ولكن يمكنك قطعه، ويزداد بالانحدار ولكن لا يصبح مستحيلاً على الإطلاق، ونحصل على مكافأتنا بهذه الإطلالة المذهلة، وكأننا نعيش حلماً. هذا الحلم قد يكون كابوساً للمسافرين المستعجلين. على بناة الطرقات ابتكار طرق تهزم المضائق والجبال والجزر ومتاهة المسارات المائية، وبنوا في الشمال أعجوبة هندسية وقد عرف عنها أنها أعظم بناء هندسي للنرويج في القرن العشرين. هذا هو طريق النرويج الأطلسي المشهور. يبلغ طوله 8 كيلومترات، وقد احتاج بناؤه إلى 6 أعوام. يلتف ويرتفع كثعبان عملاق على مدى 16 جسراً فوق المحيط. إنه قريب لدرجة أن مياه البحر الطفيفة تحملها الرياح إلى السيارات. هذه مشكلة غير موجودة لدى جسر يبعد 580 كيلومتراً على مدى الساحل، يرتفع عن سطح البحر 41 متراً. إنه مشهور للرقصات التي تجري تحته. الدوامات الدائرة تحت هذا الجسر هي من أقوى التيارات في العالم. تخترق ستالسترومان مباشرة وتشكل دوامات عرضها 10 أمتار تقريبا. وصلت سرعة المياه 37 كيلومتراً في الساعة، وهذه سرعة مماثلة للحصان الجاري. ولكن لا ننظر للأسفل بحثاً عن أفضل المسارات المائية في النرويج، بل ننظر للأعلى. يسير الماء عبر عروق ساحل الفايكنج، راسماً خريطة الأرض بطرق رائعة. ساعدت القمم الثلجية في نحت مضائق النرويج ووديانها العميقة قبل 20,000 سنة، والآن تقوم الأمطار والثلوج والمياه بإكمال عملها. بعض الشلالات تسقط من على ارتفاع 750 متراً. تحوي النرويج 10 شلالات من أصل 30 شلالاً عملاقاً في العالم. بعضها قد يبدو كخط بسيط مقارنة بالجبال وراءها، ولكن مع نزولها أكثر تصبح كضفيرة شعر تنفرد كما توصف محلياً. هذه المياه الجارية تنحت تضاريس الأرض إلى أن
تتوقف الطبيعة عن العمل في كل شتاء. حيث يتوقف كل شيء. هنا يتعلم الفايكنج مدى قسوة الشتاء، ولكن هناك مكان لا تتجمد فيه المياه أبداً. حين يلتقي الثلج بالبحر شمال لوفوتن، يأتي موعد صيد السمك. يجلب الشتاء هجرة واسعة من سمك القد إلى النرويج، ويخرج الصيادون في قوارب تقليدية للصيد تدعى سجارك. تعيش أسماك القد في الأعماق، ولكن هنا تسبح في الأعلى قليلاً. والآن جاءت هذه الأسماك إلى هنا، وإناثها بدأت بوضع 20 إلى مليون بيضة. هذا هو وقت هجوم صيادي السمك. إنه عمل صعب بالخيط والصنارة، ولكن الجائزة تستحق ذلك العناء. الجائزة هنا سمكة قد تزن حوالي 14 كيلوغراماً. والقوارب التجارية هنا تستخدم شبكات طولها كيلومترات. أسماك القد تأكل شيئاً واحداً، الأسماك الأخرى، وهذه الشباك مرصعة بالطعوم مثل سمك الماكريل والحبارات. توضع أمام قطيع من أسماك القد التي لن تستطيع مقاومة الطعم. أسماك القد في لوفوتن تملك اسماً خاصاً يناديها العالم باسم سكراي. يمسك الصيادون حوالي 500,000 طن منها كل عام. وعلى الشاطئ يتم نقل اللحم الطازج إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن العبقرية تكمن فيما يفعلونه بالرؤوس والذيول. صائدو السمك في شمال النرويج يستعملون الجو القطبي كنوع من التبريد المجاني. رفوف عملاقة من السمك توضع في الهواء منذ أيام الفايكنج. يعلقون الأسماك هنا لثلاثة أو أربعة شهور، والهواء البارد الجاف يقوم بعمله. والنتيجة أسماك مخزنة تدوم طويلاً دون تبريد كهربائي. أسماك التخزين هذه لعبت دوراً في اقتصاد النرويج منذ آلاف السنين، وساعدت في بناء البلاد. أسماك القد هي ما جعلت الفايكنج يبقون في لوفوتن. كان هذا مركزهم في أقصى الشمال. التلال المذهلة وقرى صيد السمك تغطى بالثلج وتخفي أحد أكبر أسرار لوفوتن،
وهو أن الماء دافئ نوعاً ما. على الرغم من تواجد هذه الجزر في الدائرة القطبية، فإن جداول الخليج هنا تبقي حرارة المحيط فوق درجة التجمد. بلدات جزر لوفوتن تأوي 24,000 شخص. وعليهم التعامل مع مصاعب الشتاء على الطرقات ومواجهتها بآلات حديثة. قد يكون عملاً خطيراً حين تكون لوفوتن في شهر ليلي كامل، ولكن الساحل يحصل على إضاءة خاصة من خلال عروض الأضواء الشمالية المذهلة. أضواء أورورا، اللمعان الأخضر الجذاب في الأضواء الشمالية يخلق من أجزاء من الشمس. تلك الأجزاء تجذبها أقطاب الأرض بحقولها المغناطيسية، وهي تصطدم الآن بجزيئات غازية في الأتموسفير العلوي. كل هذا يحصل على ارتفاع 100 كيلومتر، وهو يصنع منظراً خلاباً لمن ينظر من الأرض ومن الفضاء. يقال إن شعوب الفايكينغ كانت تؤمن أن الأضواء صادرة من دروع محاربات الفالكيري، العذار اللواتي يصعدن بقتل المعارك إلى السماء. وتحت هذه الأضواء بنى شعب الفايكينغ في لوفوتن أحد أكثر المنازل المبهرة، المنازل الطويلة العملاقة. هذا التجسيد الحقيقي لمنزل طويل في بورغ يصل طوله ل58 متراً. كان قائد أقوى قبائل النرويج يعيش هنا. مصادر المنطقة الطبيعية هنا جعلت منه قائداً قوياً، ولم يكن هناك أحد في الشمال ينافسه. لم يستقر أي فايكينغ في مناطق أعلى من هذا. هذه هي الحدود النهائية، وفي النهاية حياة الفايكينغ انتهت كلياً. جاء الدين المسيحي ليحل مكان آلهة النرويج المتعطشة للحرب، وانتقل شعب الفايكينغ ببطء من القتال والغزوات إلى الزراعة وصيد السمك. آخر ملوك الفايكينغ قد قتل في غزوه نحو إنجلترا عام 1066. ما تبقى الآن هو رموز لماضي الفايكينغ. ساحل صعب، قاطنون جامحون، وروح مغامرة لا يمكن كبتها. ربما رحل الفايكينغ عنا، ولكن ساحل الفايكينغ المذهل سوف يخلد ذكراهم إلى الأبد.